السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ كنتمناكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، تلقاكم لا ديالتي في احسن الاحوال واحسن الظروف. الوغ الفيديو ديال نهار اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا فيه سروال عريض، سروال ممكن نخرجوا به وفي نفس الوقت نقدروا نصاوبوا بحالهم اللي لبسوهم في الدار، يعني السروال صيفي بامتياز. الوغ غادي العبار ديال الثوب اللي غادي ناخذو، دونك الثوب ضروري يكون فيه متر ونص ديال العرض. اما بالنسبه للطول على حسب الطول ديالكم نتوما، يا كتعبروا من الحزام ديالكم فين كتحزموا حتى لتحت، وبطبيعه الحال كتزيدوا لا فالور ديال الخياطه، يعني من الاحسن تاخذوا على حسب الطول ديال كل وحده، يعني من الاحسن تقدروا تاخذوا متر ونص ولا متر وعشرين باش تخدموا باريحيه. داكوغ، هذا بالنسبه للثوب. اما بالنسبه للعبار كيفاش غادي نخدموا اليوم، يعني هاد الطريقه اللي غنخدم معكم راه هي اسهل طريقه باش غادي نخدموا السروال بلا باترون بلا حتى شي حاجه. يعني هاد الصيف هذا كلكم غادي تنوضوا تشيلوا الثوب وتخيطوا السراول. داكو، دونك انا الثوب ديالي طويته على 4، هذا القفا وهذا هو الداخل ديال الثوب، دونك هاد الجوايه اللي هما مفتوحين وعاد عندنا الجهه اللي مسدوده، دونك انايا طويت الثوب هنايا على 4. اول عبار اللي هو اللي غادي ناخذو، غادي ناخذ العبار ديال التحت هنايا. بالنسبه للكفافه ديال التحت غادي نديرو فيها 6 سنتيم، لان كتعرفوا السروال بالما يكون عريض من التحت، الكفافه ضروري غادي تكون شويه عريضه، ما غاديش نديرو كفافه رقيقه. دونك غادي نعبر 6 ديال السنتيم بهذا الشكل هكا، 6 ديال السنتيم هنا هكا. ديال الكفافه غادي تجينا شويه عريضة، يعني ما تجيناش الكفافة غير مقزبة. وغادي نجمع هاد الخطوط هادو اللي انايا درت ديال 6 سنتيم هاد الشكل هكايا. دونك حنايا عبرنا هنايا 6 سنتيم، دونك من هاد العبار ديال 6 سنتيم، يعني من الفوق ديالو ماشي من التحت، ماشي من هنايا، من الفوق ديال 6 سنتيم غادي نعبر طول ديال السروال ديالي انايا غادي ندير مترو. داكوغ، عرفت كيفاش غادي نصور لكم باش يبان لكم كلشي. دونك كيف قلنا من هذيك 6 سنتيم غادي نعبر مترو ديالتي، دونك مترو جات هنايا هاهي مترو ديالتي. ها المترو ديالي، دونك نجر هكا شويه باش ثاني يبان لكم، وغادي نطراسي المترو. ممكن ديروا المسطره باش تراسيو ويجيكم الخط ديالكم يجيكم مقاد. الو، دابا هذا العبار ديال الطول ديال السروال. من هنايا غادي نعبر الباندا ديال البلاستيك، داكوغ، باندا ديال البلاستيك، حيت البلاستيك اللي غادي نخدمو به فيه 3 سنتيم ديال العرض، دونك 3 على 3 الطويه ديالتو هي 6، ونخليو لا فالور ديال الخياطه هي 8 ديال السنتيم، دونك 8 ديال السنتيم هي 8 ديال السنتيم وصافي. وغادي توا نطراسي 8 ديال السنتيم ديالي. داكوغ، دونك دابا درنا الخط ديال الخطوط العرض ديال السروال، عندنا هاد الخط ديال الستيك، عندنا خط ديال الحزام، بعدا عندنا الخط ديال الكفافه اللي حنايا درنا في التحت. داكوغ، دونك دابا غادي نجيو باش غادي نديرو الخط ديال الحوض، خط الحوض اللي باش غادي نعرفو الحوض ديالنا فين غادي يجي. كناخذ لا فالور ديال الطول ديالي، يعني القاعده اللي كاينه هو الطول تنقسموه على 4 زائد 4. مثلا انايا الطول عندي فيه متر، غادي نشبر هذاك متر وغادي نقسمها على 4 غتعطيني 25 سنتيمتر، هذيك 25 سنتيمتر غادي نزيد عليها 4 ديال السنتيم غادي تعطيني 29 سنتيمتر. دونك غادي نجي من الخط ديال الحزام من هنايا باش غادي نلقى انا هذاك الخط ديال الحوض ديالي. داكوغ، باش غادي نلقى الحوض ونطراسي 29 سنتيمتر. كنتمنى البنات يكون الشرح ديالي واضح لكم، انا حاولت نخدم معكم اسهل طريقه ديال السروال باش
ما بغيناش نخدموا بالباترون. وهنايا حنا ما خايدينش قياسات، هادو سي القياسات اللي هما خاصك ستوندار سروال لارج ستوندار، يعني تلبسوا المولات اكس ال الال الام حتى السمول راه ممكن يلبسوه، واخا غادي يجيها شويه عريض، ولكن كاينين بزاف اللي كيعجبهم داك الستيل انهم يلبسوا السراول يكونوا عراضين. دونك غادي نطراسي هاد 29 سنتيمتر اللي انايا درت، هي هادي 29 سنتيمتر. دونك انا حاولت نقرب لكم باش يبان لكم البنات. دونك هادو ما قلت لكم الخطوات اللي عندنا، الباندا ديال البلاستيك، خط الحزام والخط ديال الحوض عندنا. دونك غادي نجي لهنايا، غادي ندخل من الخط ديال الحوض هنايا اللي تراسينا، غادي ندخل ب 9 ديال السنتيم داكوغ، هي هنايا. وغادي نجي الخط ديال الحزام، غادي حتى هي ندير تراسي 9 ديال السنتيم، وغادي نلاقيهم مع بعضياتهم باش انا دابا حنايا غادي نبغيو نصوبو التقويره ديال القعده داكوغ، التقويره ديال القعده. هنايا دابا حنا خدامين بلا المسطره بلا حتى شي حاجه، هنا باش غادي نجيبو هاد التقويره هادي هنايا. كاين اللي كيستعمل بحال دابا هاد البيغوكي هذا ممكن نستعملوه باش غادي تخدمو. دونك حنايا باش نسهلو الخدمه على كلشي اللي ما عندوش البيغوكي وكلشي يخدم، غادي نطراسيو بلا ما غادي نديرو هذاك البيغوكي. اشنو اللي غادي ندير؟ كاينين جوج ديال الطرق بالنسبه للمبتدئات. غادي نجي لهنايا النص ديال هاد العبار اللي حنايا تراسينا ديال 9 سنتيم، غادي ناخذ النص ديالو بحال هكايا، وغادي نتراسي نقطه هكا، وغادي ملي كنجي وندير التقويره ديالتي جايه وسندير، وباش غادي ندخل لهاد النص هذا بهاد الطريقه كنطلع. عرفتوا شنو بان لكم الرشم ولا ما بانش لكم؟ دونك باش كنديروا هاد التقويره هادي داكوغ. دونك دابا حنايا هادي دابا التقويره ديال القعده. اول حاجه دابا شنو اللي غادي نديرو؟ دابا حنايا غادي نقطع هاد من هاد البلاصه، دابا هاد الباندا اللي غادي تحيد، دونك هنا غادي نديرو الجيب، ما غاديش اللوحه، غادي نخليها باش غادي ندير الجيب السروال. دونك هادي غادي نطلعها حتى الفوق هنايا، لان السروال طالع عندنا حتى الفوق، وغادي نجي هنا باش غادي نقطع هاد التقويره هادي. فوالا هكايا نهبط نقوى فوالا. الو حنا اللي كنعرفو ان بالنسبه للعرضه ديال السروال كنمشيو للراس ديال الرجل، وكنجيو لهاد النقطه ديال 9 سنتيم، وكناخذو من راس الرجل العبار اللي حنايا اللي بغينا، وكنتراسيو وكنجيو النص ديال هذاك الطول اللي هو هي عندنا، تناخذو النص ديالو ولا الطول ديال الركبه، وكندخلو بجوج سنتيم باش عاد حنا كنقطعو من هنايا لهنايا باش غادي نقطعو داك العرض ديال السروال. دابا حنايا بالنسبه لينا غادي يكون العرض ديال الحوض قدو قد العرض ديال البالما من التحت، من التحت ما غادي نقصو منو حتى شي حاجه. دونك حنايا دابا هادو عندنا هما يا قد قد، دابا بحال حنا خدمنا التقويره هاد التقويره هادي بحال خدمنا التقويره ديال القعده. كيف كتعرفوا بان دائما كاين واحد الفرق لا بين الحزام ولا بالنسبه للتقويره ديال القعده، تيكون واحد الاختلاف ما بين القدام مع اللور، فهمتم؟ دابا حنا هنايا بحال خدمنا التقويره ديال اللور. شنو اللي غادي ندير؟ غادي نجيب دابا غادي نفتح هاد البلاصه هادي اللي باقا عندي مسدوده، بسم الله هي الاولى نفتحها. نحط معها حتى لتحت فوالا داكوغ. دابا باش غادي نقادو التقويره غادي نحل هكا على جوج. دابا غادي نعتبر هذا هو الظهر، هذه التقويره ديال الظهر. دابا حنا غادي نخدمو على التقويره ديال القدام، نحل هكا باش يبان لكم.
حاول نجر مازال عندي شويه. دونك دابا حنا حلينا الثوب ديالنا، هاد التقويره ديال الظهر راه عندنا مصوبه. دابا حنا غادي نصوبوا التقويره ديال القدام وغادي نصوبوا الحزام. الو السمطه ضروري القدام تيكون هابط على اللور. غادي شنو اللي غادي ندير؟ غادي نجي ناخذ المترو ديالي. حنا قبيله كنا هبطنا ب 8 ياك الا كنتو باقيين عاقلين. غادي نجي دابا انا غنهبط بربعة ديال السنتيم ياك، وغادي نجي الى النص. هذا هو النص ديال الى عقلتو اللي كنا تراسينا قبيله، هو هذا التراساج ديالنا، هو هذا النص. غادي نجي من هذا النص ديالي اللي عندي هنا لهاد ربعة ديال السنتيم، غادي نتراسي واحد مثلث وغادي نقطعو. نقطع دابا هاد المثلث هذا. دابا حنا كنقادو التقويره ديال القدام مع الحزام. دابا حنايا صوبنا الحزام ديالنا قديناه، دابا بقات لينا القعده. دابا هاد القعده اللي عندي انا هنايا قد هاد القعده هادي، ولكن نورمالمون القعده ديال الظهر دائما كتكون اكبر من القعده اللي كتكون عندنا في السروال من القدام. نجرها هكايا باش يبان لكم مزيان اشنو غادي ندير. داكا دونك غادي نجي انايا من هنايا وغادي ندخل بثلاثه ديال السنتيم. هنايا ثلاثه، ها هي غادي ندخل بثلاثه ديال السنتيم، ومن هاد ثلاثه ديال السنتيم غادي نعاود ندير واحد التقويره واحده اخرى. غندخل واحد شويه لحقاش باش ما يجيكش السروال مخنشش، فهمتوا؟ نحاول نخرجها باش تجيني ازيرو، قدها باش تجيني ازيرو. بقيت نخرج فوالا هكا، ها هي دابا القعده ديالتنا. كيف قلت لكم القعده ديال القدام ديما كتكون صغر من القعده ديال اللور. وغادي نجي وغادي نقطع على هذا الشكل. ها هي النقطه ديال 3 سنتيم اللي انا وصلت ليها. داكا وهذا خصني نعاود نقادو. حنايا وصلنا ل 3 ديال السنتيم اللي حنايا اللي تراسينا قبيله. الوغ من هاد 3 ديال السنتيم هذا قد هنايا الثوب اللي جريتو مازال ليا. دونك غادي نجي لهنايا هاد البلاصه هادي. نورمالمون كيف قلت لكم انتم يا الا بغيتوا ديروا هذيك الطريقه ديال انكم تنقصوا من العبار ديال يعني ديال العرض ديال الرجل، ممكن تنقصوا منه. انا كيف قلت هنايا في هذا السروال غادي نخدموا العرض ديال الرجل، غيبقى هو هو ما غادي نقصوا منه حتى شي حاجه، غيكون قد العرض ديال الرجل قد هنايا الفوق. غادي نبدا غدا كننقص، نقدر نهبط بهاد جوج سنتيم هادي ولا 3 سنتيم اللي انايا اللي عبرنا، نقدر نهبط بها كاملها، ما غادي تغير حتى شي حاجه في العرض ديال السروال. سينو غادي نبقى غاديه هكايا وانا كنخرج تنخرج ازيرو. ماشي ضروري نهبط بها، اللي بغى يهبط بها حتى لتحت ممكن يهبط بها حتى لتحت. فوالا دابا حنا قادينا القعده ديال القدام، قادينا الحزام ديالنا، وقادينا القعده ديال اللور. اول خياطه اللي حنا اللي غادي نخيطو هو انني غادي نجي كيفاش ليكم، غادي نخيط هنايا، غندوز خياطه من هنايا وغادي ندوز خياطه من هنا. دونك دابا هادو هما القعدات اللي حنايا خيطنا، هادو هكايا. الو غادي نجي وغادي نشبر هكا، غادي نحل باش غادي
الوغ كيف كتشوفوا ديجا بان هذا هو الظهر وهذا هو القدام. انا دائما الظهر تيكون كبر من القدام، هذه بالنسبه للصمته. باردون بالنسبه للقعده حتى هي غادي تلاحظوا بان القعده ديال القدام هي صغر من القعده ديال الظهر، هذه ضروري خاصها تخرج لكم هكايا. الوغ شنو دابا اللي بقى لنا غادي نخيطوا؟ غادي نجي نشبر رجل مع رجل وغادي نخيط. دابا بقات لي خياطه، غادي نمشي هكايا حتى للرجل الاخرى. دابا غادي ندوزو باش نخيطو لاستيك. كيف تشوفو لاستيك ديالنا فيه 3 سنتيم اللي فيه في العرض ديالو، باش باينه ليكم 3 سنتيمتر. داكوغ دابا غادي نجيو باش غادي نخيطو. بعدا هو اللول نورمالمون كنا قلنا كيبان لكم غادي نخلي 1 سنتيم من الفوق من هنايا، عاد غادي نخيط لاستيك ديالي. الا حقيتاش من بعد غادي نعاود ندير طويه وحده اخرى، يعني ندير هكذا وندير هكا باش هذاك لاستيك يجي مدرق. دونك دابا اول حاجه اللي غادي ندير هو انني غادي نخيطو في هاد على هاد القياس هكايا، نقص غير شويه من هاد لاستيك هكا، نشبرو بالفنيته فوالا هكا. شوف النص ديال لاستيك باش يجيني في النص الاخر ديال الصوال، حتى هويا غادي نشبرو بالفنيته. كنتمنى راه واضح ليكم الطريقه. لاستيك العباض على حسب العباض ديالكم نتومايا. داك دابا غادي نبدا. دونك دابا حنا خيطنا هاد الطرف الفوقاني هكايا، دابا غادي نجي نشبر لاستيك ديالي، غادي نطوي هادي هكا ونعاود نطوي باش نشد عليه، فهمتوا؟ باش هذاك لاستيك يبقى ليا لداخل بحال هكايا ونجبد عليه كيف درنا قبيلات. هاو الصوال كملتو بعد ما دوزت ليه المصلوح، فينيت ليه الخيوطه كاع اللي كانوا الكفافه ديال 3 سنتيم اللي حنايا درنا في التحت ديال الرجل، لاستيك من الفوق. دونك هو هذا السروال الى حليتو، دونك هو هذا القدام ديال السروال وهذا هو يا اللور. حاولت نزرب شويه لا فيديو في نفس الوقت، حاولت نخلي المراحل كامله باش اللي بغى يصوب بحالو ما نحرقلوش المراحل ديال السروال، سمحوا لي. يعني حاولت ما امكن لا فيديو ما تكونش طويله، ولكن كان ضروري ما لقيت ما نقص لكم باش غادي تنجحوا في هاد السراول هكايا. ساهلين تخيطوهم في ساعتهم وديرهم في الاثواب اللي بغيتو. دونك انا واحد اخر صوبته بهذا الشكل هكايا بهذا الثوب حتى هويا، غير هويا القياس هنايا شويه الحزام شويه هنايا صغير على هذا.
دونك كنتمنى انكم تصاوبوه وتنجحوا فيهم في هاد السريولات هادو، تاخذوهم كمشروع في هاد الصيف هذا. التوابات كاينين تقدروا تجربوا في التوابات اللي هما رخاصين بزاف، حتى تعطيكم يديكم الطوع، وديك الساعه فصلوا التوابات اللي بغيتوا وتخدموا فيهم. كنتمنى الفكره ديال الفيديو تنال الاعجاب ديالكم. حتى نلقاكم تنقول لكم السلام عليكم وتبقاو على خير.